السلام عليكم. مسلسل جعفر العمدة كل يوم عمال يسخن عن اليوم اللي قبله، وفي الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة في لغز لما هتعرفه دلوقتي هتعرف ان الدنيا ما فيهاش امان ولا امان للبشر. بس الاول لازم تكون تابعت الحلقة 18 عشان تفهم هو جعفر العمدة سافر لبنان ليه مع عايدة وبعد عن عيلته في الوقت ده بالتحديد، وهو عارف ان شوقي فتح الله خارج من السجن وناوي على الغدر. وهو ده اللغز اللي هتعرفه دلوقتي، وكمان هتشوفه في حلقة النهاردة الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة. بس اللايك الجميل والاشتراك الاجمل وتابع معي الحلقة لحد الاخر. طبعا كلكو افتكرتوا ان جعفر العمدة هيتحبس بسبب الراجل اللي حطله كيس مخدرات في الشنطة وهو راجع من لبنان، وده اللي شفناه في اخر الحلقة رقم 18 من مسلسل جعفر العمدة. ولكن في مفاجأة جامدة قوي، ان جعفر كان عارف ان هو متراقب وقام من مكانه جنب الراجل لما شاف الراجل جنبه عشان يخلي الكاميرات بتاعت المطار تجيبه وهو بيحط المخدرات في الشنطة. ولما اتمسك طبعا قال لعايدة روحي قولي لهم ان انا قابلتك في المطار وانتي طليقتي وشوفنا بعض بالصدفة، عشان خاطر يعمل كمين لعيلة فتح الله اللي هم ضربوا اخواته في الشارع والخناقة اللي شفناها واللي كانت في الحلقة 18. مسلسل جعفر العمدة اخراج المخرج الكبير العالمي محمد سامي، يعني يا جماعة عبقرية سينمائية مميزة وسيناريو مشوق جدا، ولازم تقعد تتفرج على الحلقات لحد الاخر عشان تفهم ايه اللغز، وكل حلقة بتشدك للحلقة اللي بعديها وكلهم بيكملوا بعض من اول البداية لحد الحلقة الاخيرة من مسلسل جعفر العمدة. شكرا للمخرج الكبير محمد سامي على المسلسل العبقري ده، مسلسل جعفر العمدة. انتظروا النهاردة المفاجآت اللي موجودة في الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة، وان شاء الله تكون توقعاتي للحلقة 19 صحيحة، واشوفكم على خير في حلقات تانية كتير. ما تنسوش اللايك والشير. انا مصطفى شريف ودي قناة نجم العاصمة، هتشوفوا معايا كل الجديد اول باول. استنوني في حلقات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.